يعني الحقيقة يعني ما زلت أستغرب يعني تحركات القضاء لماذا تكون بطيئة في بعض الملفات. طبعا ملف مثل التسريبات ملف جدا مهم وحساس، من شخصيات سياسية بمساس أمني، يعني التسريبات كانت بكل المقاييس هي خطر على مجمل قطاعات واسعة بالعراق. قدمت إلى القضاء العراقي بموجب دعاوى أصولية وقانونية من خلال المحاكم العراقية ومن خلال إجراءات كاملة. لحد هذه اللحظة لا توجد إجراءات أو لم تتخذ إجراءات ربما تناسب حجم هذه المسألة. لحد هذه اللحظة لم نسمع أن هناك تحقيقات قد جرت، لم تشكل لجنة فنية ربما تفحص هذه التسريبات وتتأكد من صحتها من عدم صحتها. لحد هذه اللحظة ما زال يعني الموضوع مبهم، لا يساوى حجم ما كيف يفسر موجود في برأيك؟ الإعلام الوسط. نحن نقول إيه كيف يفسر؟ أن القضاء العراقي اليوم مطالب بالبت في هذه الدعاوي باعتبارها دعاوي مهمة جدا تمس أمن وسيادة البلاد وتمس شخصيات ثقيلة في الوسط السياسي والوسط الشعبي. هذه أولا. ثانيا القضاء أيضا ملزم بالبت بكل حيادية في موضوع استمرار عمل البرلمان من إيقافه كودا أنه قد تجاوز على السقوف الدستورية والمواعيد الدستورية. إذن إحنا من خلال شاشتكم من خلال هذا البرنامج نناشد القضاء مرة أخرى، نقول أن الوضع ليس طبيعيا حتى تكون ربما الإجراءات طبيعية وسلسة كالتعامل مع باقي القضايا. الوضع سياسيا ملتهب، الوضع المجتمعي ربما انعكس عليه السياسي، وبالتالي هذه قضايا مهمة ينتظرها قطاعات واسعة من الشعب العراقي والطبقة السياسية.